برحب بحضراتكم من جديد، وهنبدأ أول فقرتنا النهاردة، الفقرة الإخبارية. وأول خبر معانا هو استقبال للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بمطار القاهرة الدولي الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث اصطحب السيد الرئيس ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية. هنروح نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم مرة تانية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. حيث اصطحب السيد الرئيس ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات رحب خلالها السيد الرئيس بأخيه العاهل الأردني في وطنه الثاني مصر، حيث أبدى الزعيمان تقديرهما لوتيرة التنسيق والتشاور بين البلدين التي تعكس الأهمية الكبيرة للعلاقات بين الشعبين والقيادتين. أضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة والمأساة الإنسانية التي تواجه القطاع، حيث أكد الزعيمان رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو نزوحهم داخلياً، مشددين على أن الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات والأحجام والسرعة اللازمة التي تحدث فارقاً حقيقياً في التخفيف من معاناة أهالي القطاع، مع الدفع الجاد نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وعقب انتهاء المباحثات حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توديع ضيف مصر الكريم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية من مطار القاهرة الدولي. أهلا بحضراتكم من جديد، وإحنا بنودع 2023 وداخلين على سنة جديدة، حبينا إن إحنا نوضح الجهود الكبيرة اللي قامت بيها الدولة المصرية في عدة قطاعات. الحقيقة ومن أهم القطاعات اللي قامت بيها بجهود كبيرة جدا الدولة المصرية كان قطاع الزراعة. قطاع الزراعة الحقيقة شهد إنجازات كبيرة جدا خلال 2023، وده لأهميته الكبيرة. ليه بقى قطاع الزراعة مهم؟ أولاً لأنه بيحقق الأمن الغذائي للمواطنين، فبيمس المواطن بشكل مباشر،
والحاجة التانية وهي المهمة بقى انه بيسهم في حوالي 15% من الناتج المحلي وده رقم كبير بالتأكيد. والحاجة التالتة انه بيستوعب اكتر من 25% من العمالة. ولما بنيجي نتكلم عن 25% بالنسبة لحجم بلد كبير زي مصر فبالتأكيد 25% ده رقم كبير جدا. قطاع الزراعة قطاع مهم جدا لينا كمصريين ومهم جدا ان احنا نعرف ايه الانجازات وايه المشاريع اللي تمت فيه ونحللها مع حضراتكم ونبرزها لحضراتكم. عشان كده خلونا نرحب بالدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة. يا دكتور بنرحب بحضرتك وصباح الخير. اهلا وسهلا صباح الخير. اهلا بحضرتك يا فندم. طبعا لو يعني اتكلمنا عن انجازات قطاع الزراعه محتاجين حلقات بالتاكيد، لكن عايزين حضرتك تكلمنا اكتر عن المشاريع اللي ساهمت في ازدهار هذا القطاع خلال 2023، ومشاريع مهمه زي مشروع الدلتا الجديده مثلا واحياء مشروع توشكا، مشاريع مهمه ساهمت بشكل كبير في ازهار هذا القطاع. يعني الأول سمحت أشكرك أندرو ومارينا وكل سنة وأنتم طيبين وبتتمنى عليكم يا رب وعلى كل أخواتنا في مصر. طبعا احنا بنتكلم على قطاع مهم زي ما حضرتك قلت له دور كبير في تحقيق التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية. هذا القطاع شهد طفرة كبيرة في عام 2023 وفي الفترة من 2014 وحتى يعني حتى الآن شايفين جهد كبير بيبذل في هذا القطاع. لما بنيجي نتكلم عن المشروعات واهم المشروعات هلاقي المشروعات مقسمه لشقين، شق تنموي وشق لزياده المساحه المزروعه. زياده المساحه المزروعه زي ما حضرتك قلت ده واحد من المشروعات الكبيره اللي هو مشروع دلتا الجديده، وده بيستهدف استصلاح 2.2 مليون فدان، وده بيضم في داخله مشروع مستقبل مصر، وده برضه مشروع كبير الحقيقه ومشروع عملاق بالفعل تم البدء فيه وبيتم العمل على استصلاح مساحات كبيره منه. إلى جانب أن هذا المشروع له دور كبير في خدمة مناطق الدلتا، نحن بنخلق دلتا جديدة موازية للدلتا القديمة وبالتالي بتسحب التكدسات من الدلتا القديمة وكمان تدي فرص للاستثمار والزراعة في المناطق المجاورة للدلتا القديمة، إضافة لأن هي هذه المنطقة تربطها الحياة من أجود أنواع الأراضي، فلما بنبدأ في استصلاحها ده بيحقق عائد كبير، بيحقق تنمية متكاملة للمنطقة. والحياة الدولة ما دخلتش بس بالزراعة، انما احنا قبل ما كنا بنزرع كان في طرق، كان في كهرباء، كان في مية، محطة معالجة بتتعمل، كل ده بيساهم في احداث نقلة نوعية. وهي بس مش قطاع زراعة فقط انتاج نباتي يعني، لكن انتاج نباتي ومشروعات مكملة علشان يكون في تكامل في العملية الانتاجية. زي المشروع ده هنلاقي في الجنوب مشروع توشكا وشرق العوينات بإجمالي 1.1 مليون فدان، زيهم هنلاقي في سينا حوالي 500,000 فدان بيتم العمل على استصلاحهم، برضو زيهم هنلاقي في الريف المصري الجديد في مناطق متعددة داخل الدولة المصرية 1.5 مليون فدان بيتم العمل على استصلاحهم. فدي مشروعات متعددة لخدمة القطاع والتوسع في المساحة المزروعة. كمان في مشروعات أخرى لزيادة الإنتاجية زي مشروعات بقى توفير التقاوي، مشروعات الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات، مشروعات لتطوير الزراعة وتحديث أساليب الري والعديد والعديد من المشروعات في هذا. دكتور محمد بصبح على حضرتك مرة تانية. صباح الخير يا مريم. صباح الخير. احنا عاوزين نتكلم كمان عن حجم الصادرات الزراعية وأثر التقنيات الحديثة على تميز المنتج الزراعي. يا نعم رينا، لما بنتكلم على الجهود اللي احنا بنقوم بيها سواء مساحات جديدة بتضاف أو تعظيم إنتاجنا من خلال توفير تقاوي وتوفير أساليب ري وتوفير الأسمدة وتوفير يعني مستلزمات الزراعة وتعظيم إنتاجية وحدة الأرض ووحدة المية، ده بينعكس علينا في زيادة الإنتاج، وبالتالي احنا كمان بنكون حريصين على التوسع في الصادرات الزراعية عشان يكون عندنا فرصة لتوفير عملة أجنبية، وده بيساعد في تحسين مزيد من التنمية الاقتصادية للدولة. إضافة لأن احنا بنتكلم على قطاع بيمثل جزء كبير من الصادرات السلعية، يعني جزء كبير منها الحقيقة له علاقة بقطاع الزراعة، وبالتالي فهو قطاع مؤثر بشكل كبير. والقطاع ده شهد طفرة الحقيقة في العام الماضي. العام الماضي احنا بنتكلم على 6.5 مليون طن تم تصديرهم، هذا العام مقارنة بالعام الماضي احنا يعني فارقين وفي زيادة كانت تقرب من 700,000 طن. ان شاء الله لما يعني مع نهاية العام
يكون في تقرير كامل عن حجم الصادرات الزراعية، وده بيؤكد ان في تطور كبير حصل في هذا القطاع وفي طفرة كبيرة حصلت في هذا القطاع، واكيد ده هينعكس بشكل ايجابي على الفلاح المصري. وطبعا الكلام ده ما حصلش من فراغ، ان احنا اهتمينا بزيادة انتاج كما وايضا زيادة الانتاج نوعا. احنا عندنا كفاءة انتاجية حصلت، عندنا تطور كبير بيحصل في جودة المنتج الزراعي المصري، وده خلانا ندخل اكتر من 163 سوق حول العالم، خلى يكون يعني اسمنا وسمعة المنتج الزراعي المصري الحمد لله معروفة عالميا، ولها قيمتها التسويقية الكبيرة اللي بتساعد في فتح افاق تصديرية وافاق تسويقية للمنتجات الزراعية في جميع دول العالم. والحمد لله الاسواق اللي احنا دخلناها يعني بترسخ هذا الكلام، احنا دخلنا اسواق من الصعوبة بمكان ان اي دولة تدخلها، يعني مثلا السوق الياباني ده من الاسواق اللي بتتطلب موافقة البرلمان الى جانب اشتراطات قاسية علشان يسمحوا بدخول دولة جديدة، فده ثقة في المنتج الزراعي المصري. كذلك السوق الصيني، كذلك الاتحاد الاوروبي، كذلك الدول العربية، كذلك الامريكتين، كذلك الدول الافريقيه. الحقيقه في تنوع كبير جدا، كل قارات العالم تقريبا بتوصلها الصادرات الزراعيه. طب يا دكتور، لو هنتكلم بقى عن التحديات اللي بتواجه الوزاره او بتواجه هذا القطاع الضخم الحقيقه واللي بيضم عماله كبيره زي ما قلت، من اكبر التحديات اللي بتواجه هذا القطاع هي فكره الاحتكار، والاحتكار ده بالتاكيد بيسبب ساعات تفاوت في الاسعار، او ممكن نقول غلو الاسعار عشان ما نبقاش بنتهرب من المسؤوليه، وممكن نقول كمان انه يعني السلع بتكون قليله في السوق بسبب فكره الاحتكار. الدوله والوزاره قدرت انها تقف امام هذه التحديات بعمل مبادرات كتير تساهم في الحد من غلو الاسعار ومن توفير السلع. ممكن حضرتك تكلمنا اكتر عن هذه المبادرات اللي تمت خلال 2023؟ يعني الحقيقه الجهود في مواجهه الاحتكار ومنع الممارسات الاحتكاريه جهود كبيره، والدوله خدت اجراءات كبيره منها تعديلات تشريعيه ومنها اجراءات قانونيه، ويمكن احنا عندنا جهاز وجهاز حماية المستهلك، وده من الأدوار الأساسية هو مواجهة الاحتكار. وأيضا عندنا وزارة التموين بتقوم بدور كبير جدا في تنظيم التجارة الداخلية، ففي جهد كبير مبذول من الدولة في هذا الأمر، إلى جانب أن احنا كمان بيحصل تنسيق ما بين مختلف أجهزة الدولة. دور هذا التنسيق هو أن يكون عندنا فرصة يعني توفير بديل آمن للمواطن المصري بجودة عالية وبسعر مناسب، وده بيحصل. احنا عندنا في وزارة الزراعة في أكثر من 400 منفذ موجودين بيغطوا كل أنحاء الجمهورية. هذه المنافذ فيها منافذ متنقلة وفيها منافذ ثابتة بتطرح المنتجات بأسعار مناسبة للمواطن المصري، وبالتالي بيبقى في بديل أمن. كذلك هنلاقي في مبادرات بيتم تنفيذها مع جهات أخرى، ودي موجودة في كل المحال وكل السوبر ماركت لتخفيض الأسعار، وإحنا بنضخ كميات كبيرة من المنتجات الزراعية ومن المنتجات الغذائية التي تنتجها الوزارة، وطبعا خدمة أهالينا المزارعين بأن احنا بنقدم المنتج اللي بيطلع من الريف المصري للمواطن المصري، وأطلقنا مبادرة اسمها مبادرة خدمة تساعدنا لأهالينا لتنفيذ هذا الغرض. كل ده أكيد ينعكس بشكل إيجابي على مزيد من الإتاحة ومزيد من الأسعار المقبولة للمواطن. والأهم يا دكتور يعني استكمالا لكلام حضرتك، أنه مهم جدا كمان ثقة المواطن في منتجات الدولة بقى اللي بتنزله، أنه مش عشان الأسعار مخفضة يبقى الحاجة الكواليتي بتاعتها مش قد كده، لا الحقيقة الكواليتي بيكون كمان أعلى من السوق بره، فده بيدي ثقة كبيرة جدا عند المواطن المصري. دكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، بنشكر حضرتك جدا يا فندم على هذه المداخلة. الخبر اللي بعد كده معانا هو استقبال الأكاديمية العسكرية المصرية بمقرها الحالي بمصر الجديدة الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية لهذا العام من دفعة 120 حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية، وذلك بعد اجتيازهم كل الاختبارات المؤهلة لانضمامهم لصفوف القوات المسلحة. هنروح نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم مرة تانية.
استقبلت الأكاديمية العسكرية المصرية بمقرها الحالي بمصر الجديدة الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية لهذا العام من الدفعة 120 حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية، وذلك بعد اجتيازهم كافة الاختبارات المؤهلة لانضمامهم لصفوف القوات المسلحة. تضمنت مراسم الاستقبال استعراض حرس الشرف ثم عرضا للموسيقات العسكرية احتفالا باستقبال الدفعات الجديدة. أعقبه اصطفاف الطلبة المقاتلين الجدد داخل أرض الطابور، تلا ذلك عرض لعدد من الناقلات متضمنا عرض مقتطفات من حياة الطالب داخل الأكاديمية خلال اليوم وعرض الكفاءة البدنية. واختتمت المراسم بالعرض العسكري لمقاتلي الأكاديمية من الدفعات 118 و119 حربية. كما ردد الطلبة الجدد قسم الولاء إذانا ببدء مسيرتهم بالقوات المسلحة، وألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة رحب خلالها بالطلبة الجدد، ونقل لهم تهنئة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على انضمامهم للقوات المسلحة، مؤكدا أنهم الصفوة التي وقع عليهم الاختيار من بين المتقدمين لنيل شرف الانضمام إلى العسكرية المصرية. عشتي يا مصر وعاشوا حراس الوطن، جيل بعد جيل وشرعنا يكسر أي ريق، وده من بداية الدنيا والآخر الزمن. تعلم يا أم الدنيا والآداب صحيح، عشتي يا مصر وعاشوا حراس الوطن، جيل بعد جيل وشرعنا يكسر أي ريق، والآخر الزمن. تعلم يا أم الدنيا والآداب صحيح. وأعرب أهالي الطلبة المستجدين خلال حفل الاستقبال عن سعادتهم الغامرة لانضمام ذويهم للقوات المسلحة، مؤكدين أنهم لن يبخلوا على وطنهم بأي من أبنائهم، لتبقى رايات مصر عالية خفاقة في عنان السماء. أقول إن هو ربنا يوفقه ويوفق زمايله كلهم، وهو دورهم في حماية الوطن، وهي جيل بيسلم جيل عشان يفضل محافظين على الوطن إن شاء الله بأمان وسلام. طبعا كان في أمل في ربنا كبير إن إحنا ربنا يكرمه ويحقق حلمه وحلمنا كلنا، ربنا يحافظ عليهم كلهم يا رب، وهم دول رجالة مصر إن شاء الله ربنا يديهم صح. وده شرف كبير وعظيم لنا جميعا إن الواحد ينضم إلى القوات المسلحة، وأنا بقدم ابني فداء لهذا الوطن. هو طبعا ده شرف وفخر لأي مصري يعني بصراحة إنه ابنه يقبل في الأكاديمية العسكرية أو أي مجال يخدم بلده فيه، فالحمد لله رب العالمين، كانت يعني فعلا يعني فرحة جامدة أول الأسرة كلها. ربنا كرمنا وخدنا فرص بمصداقية وفرص جميلة جدا، إن هي متاحة ومن غير أي وساطة ومن غير أي حاجة بدرعهم. ربنا يكرمك ان شاء الله يا رب، عشان انت تعبت جامد جدا وهتبقى ظابط قد الدنيا. هو بالاول كان طموحه ان هو يخش كليه حربيه من وهو لسه في الابتدائي، طالع في دماغه ان انا اطلع عايز ابقى ظابط في القوات المسلحه، لحد ما ربنا كرمنا وبدانا نمشي في الاجراءات، وربنا كرم وربنا وفقه الحمد لله رب العالمين. فخر لينا كلنا، انت فخر لبلدنا. لما جات له رساله بصراحه كان شعور يعني مش عارف اوصفه لحضرتك والله، في منتهى السعادة، في أكنه يوم عيد. أيوة طبعا هو كان بيتمنى وكان شغال على نفسه حبيبي، والحمد لله أنا مبسوطة أن ربنا حقق له أمنيته. حبي ربنا يوفقك وتبقى أحسن ما بتتمنى كمان وأحسن ما بنتمنى له. طبعا دموع الفرح، بتمنى ربنا يوفقه. بقول له ألف مبروك وربنا سبحانه وتعالى يكلم تعبك بالنجاح، وربنا يسدد خطاك، وانت دخلت مؤسسة قوية بيشهد بها العالم كله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم النصر والعزة للجيش المصري. تعلم يا أم الدنيا والآداب صحيح.
برحب بحضراتكم من جديد. واستكمالا لانجازات الدوله ل 2023 هنمسك ملف الماليه اللي نجحت وزاره الماليه خلال 2023 في تحقيق الاهداف المرجوه للسياسه الماليه للدوله، كما اتخذت اجراءات اصلاحيه لصالح المواطن المصري. وعايزين نتكلم اكتر عن حصاد 2023 لوزاره الماليه وتحديدا الملف الضريبي وايه العائد على المواطن المصري. عشان كده بيسعدنا ويشرفنا ان يكون معانا على الهاتف الاستاذ رجب محروس، مستشار رئيس مصلحه الضرائب بوزاره المالية. صباح الخير يا أستاذ رجب. صباح النور يا أستاذ مارينا. صباح النور يا أستاذ أندرو. وفي البداية بنقول للشعب المصري كل عام وأنت بخير بانتهاء عام 2023 على خير وحلول عام 2024 إن شاء الله قريبا بعد 3 أيام. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير وبركة، ونقول لإخواتنا وأهلنا كل عام وأنتم بخير بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد، أعد الله عليهم بالخير واليمن والبركات. أما بشأن حضرتك أصاب 2023 بالنسبة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب، أول خطوة كانت مهمة جدا أن هي تم تحقيق كافة التوصيات التقارير الرئاسية، وتاني حاجة أن مصلحة الضرائب دوليا خدت المركز الاول على مصالح الضرائب في الشرق الاوسط. اول حاجه الهدف الاولاني ان تم تحقيق المستهدف من الحصيله الضريبيه عام 2022-2023 بما يتقارب من 1,100,000,000,000، وهذا يرجع الى كافه الاجراءات التي اتخذتها مصلحه الضرائب من تحت رعايه وزير الماليه الدكتور محمد معيط اعتبارا من 2018، وهي ميكنة مصلحة الضرائب المصرية من خلال كافة الإجراءات داخل مصلحة الضرائب المصرية، بداية من تعامل الممول عند فتح ملف ضريبي إلى أن يقوم الممول بسداد المستحقات الضريبية، وهذا أدى إلى تحقيق المستهدف كما أشرنا. أستاذ رجب، إحنا عاوزين نتكلم كمان عن الإعفاءات أو زيادة الإعفاءات الضريبية للموظفين خلال الإعفاء الشخصي. تمام يا فندم، ده برضو زي ما قلنا في البداية أن كان هناك تنفيذ التوصيات الرئاسية، كان هناك توصيات من فخامة رئيس الدولة وهو رفع زيادة موارد الدخل بالنسبة لمحدود الدخل. كيف يتم زيادة؟ زي ما حضرتك أشرتي، كان هناك 3 قوانين صدرت في عام 2023 برفع الإعفاء الشخصي للموظف من 9,000 جنيه إلى 15,000 جنيه، وكان هناك قانون أيضا برفع الشريحة الصفرية التي لا تخضع للضريبة من 15,000 إلى 21,000 جنيه، وثم هناك قانون آخر برفع الشريحة الصفرية من 21,000 جنيه إلى 30,000 جنيه ليصبح الحد الأدنى للمرتبات التي بواقع 45,000 جنيه معفي نهائيا من الضريبة. طيب أستاذ رجب، يعني الحقيقة من أهم الإنجازات اللي شهدها قطاع المالية في مصر خلال 2023 هي الفاتورة الإلكترونية، ولما بنيجي نتكلم عن الفاتورة الإلكترونية جهود كبيرة جدا فعلا بذلت في هذا الملف من جانب الوزارة ومن جانب مصلحة الضرائب المصرية. فكرة إنك تسيطر على يعني ناس كتير جدا جدا داخلين في منظومة الفاتورة الإلكترونية دي فكرة مجهدة وصعبة جدا، إزاي قدرتوا تحققوا هذه المعادلة؟ وممكن تدينا كمان فكرة أكتر عن الفاتورة الإلكترونية. زي ما حضرتك أشرت كده، الفاتورة الإلكترونية هي عبارة عن فاتورة ليست بجديد، ولكنها بعد أن كانت فاتورة ورقية أصبحت فاتورة إلكترونية بيتم تبادلها بين البائع والمشتري. لابد أن يكون البائع مسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية والمشتري أيضا مسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية. هنا بيتم اتخاذ القرار من داخل مصلحة الضرائب المصرية أن بيكون بيانات الممول سواء البائع أو المشتري أمام مصلحة الضرائب في التو واللحظة، وأيضا بيستطيع الممول سواء البائع أو المشتري بيستطيع أن هو يتم رد الضريبة على المدخلات الخاصة به. أيضا بتكون مهمة جدا بالنسبة له بأن هو
بتساعده في الفحص الضريبي، ايضا بتوفر مجهود ووقت بالنسبة له، ايضا بتساعده على اعداد الاقرار الضريبي في نهاية السنة، حيث هناك بيتم تجميع رقم الاعمال من خلال الفواتير المصدرة، وبالتالي لا يكون هناك اسقاط او تناسي او تغافل من الشركة في حالة اعداد الاقرار الضريبي. اللي هنا علشان نقول ان حققنا زي ما حضرتك بتقول الاجراءات اللي تمت، اول حاجة تم توزيع عدد الممولين الى رقم اعمال او شركات، بدأنا بشركات اللي هو رقم اعمالها عالي، بدأنا بشركات المسجلة في مركز كبار الممولين اولا، خدناها على ثلاث مراحل، ثم بدأنا بعد كده بشركات المساهمة، ثم بدأنا بشركات الاستثمار مأموريات الاستثمار، ثم بدأنا بالمأموريات الجغرافية إلى أن اكتملت المنظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف العام الجاري. ده كافة الإجراءات، وزي ما حضرتك قلت هناك تحديات، نعم كان هناك تحديات زي ما احنا بنقول دايما إن أي عمل جديد هناك بعض العقبات التي تقابله، وبالتالي بتستطيع الدولة بتسخير ما كافة إجراءاتها وكافة أدواتها في حل هذه العقبات. أستاذ رجب، يعني إحنا بنشوف جهود كبيرة قوي للدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة، عاوزين نتكلم أكتر عن الحوافز الضريبية والتسهيلات في قانون المشروعات الصغيرة. زي ما حضرتك أشرتي بنقول إن المشروعات الصغيرة وكما هو معروف اقتصاديا وعالميا أن قاطرة الصناعة هي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. دايما بنلاقي ان الشركات العملاقة لديها موردين صغار، فبالتالي تسعى الدولة جاهدة الى العمل وتنمية المشروعات الصغيرة حتى تنهض بالصناعة، لانها دي بتعتمد على رؤوس اموال صغيرة وصناعات حرفية تقنية عالية جدا، فبالتالي كان هناك لابد من اهتمام الدولة. فعلا زي ما حضرتك اشرتي ان الدولة اصدرت قانون ما يسمى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ادى حوافز. اول حاجة اداله اعفاء من ضريبة الدمغة لمدة 5 سنوات، اداله اعفاء من رسوم التوثيق بالشهر العقاري لمدة 5 سنوات، اداله اعفاء من الارباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الاصول شريطة ان يتم استخدام حصيلة البيع في شراء اصل جديد، وده بيساعد على تطوير الآلات والمعدات حتى يكون هناك جودة، حتى يتم يكون هناك منافسة للسلع والمنتجات المصرية داخل الأسواق الخارجية. أيضا اداله تخفض له فئة الجمارك عند استيراد الآلات والمعدات من الخارج بنسبة 2%، أيضا اداله إعفاء من ضريبة التوزيعات لشركات الأموال ذات الشخص الواحد. ايضا هناك حوافز غير ضريبيه موجوده في جهاز المشروعات، ان هو بيديله بيعمل له دراسات الجد وبيختار له المشروعات اللي هي موجوده تساعده. ايضا هناك تسليم لقطع الاراضي داخل جهاز المشروعات المتوسطه والصغيره. ايضا هناك تجاوز من مصلحه الضرائب المصريه في حاله اندماج الممول للمشروعات المتوسطه والصغيره اذا كان يمارس نشاط منذ فتره، هناك تجاوز عن ضريبة الدخل. أيضا هناك بالنسبة لهذا الموضوع أن هناك ضريبة قطعية ونسبية، ودي أهم ما في الموضوع، أنها بتبسط الإجراءات الضريبية داخل مصلحة الضرائب المصرية من خلال ثبات المحاسبة لمدة 5 سنوات من خلال الضريبة القطعية أو النسبية. بمعنى إذا كان الممول برقم مبيعاته أو قيمة مبيعاته خلال السنة أقل من 250 ألف جنيه فالضريبة المستحقة عليه خلال السنة 1000 جنيه فقط لا غير. أما إذا كان رقم أعماله من 250 إلى أقل من 500 ألف جنيه فالضريبة المستحقة عليه 2500 جنيه. أيضا إذا كان رقم أعماله من 500 ألف إلى أقل من 1,000,000 جنيه فالضريبة المستحقة 5000 جنيه. إذا كان رقم أعماله من 1,000,000 إلى 2,000,000 جنيه فبناخد رقم المبيعات وبنضربه في 0.5% يديني الضريبة المستحقة. إذا كان رقم أعماله من 2,000,000 إلى 3,000,000 فباخد رقم الأعمال خلال الفئة ديت واضربه في 1.25% يديني الضريبة المستحقة. إذا كان رقم أعماله من 3,000,000 إلى
10 مليون باخد 1% في ضريبه مستحق. كل دي اجراءات مبسطه اتخذتها الدوله يعني من التسهيل على المواطن، تفكير المصنع او التاجر الى الاهتمام بعجل الدوران الانتاج او عجل الدوران التجاره، وعدم التفكير في الاجراءات الضريبيه التي كانت داخل ضروب مصلحه الضرائب المصريه. استاذ رجب محروس، مستشار رئيس مصلحه الضرائب بوزاره الماليه، شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا الكرام، لسه مستمرين مع حضراتكم في حلقتنا، ولسه مستمرين في حديثنا عن الإنجازات اللي حققتها الدولة المصرية خلال 2023 في قطاعات مختلفة، لكن اسمحوا لنا هنخرج لفاصل سريع ونرجع نستكمل باقي أخبارنا، خليكم معنا. يستقبل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فعاليات مؤتمره 23 بعنوان الريف المصري بين تراكمات الماضي وآفاق المستقبل. الدولة على مشارف مرحلة جديدة بتراجع فيها ما تم إنجازه، وتراجع إيه العثرات والتحديات القائمة، وبتستشرف مستقبل جديد حتى نستقي منها السياسات والبرامج القادمة. الريف المصري بيحتل أهمية خاصة للدولة المصرية على مدار التاريخ، بصفته انه من اهم الكيانات اللي فيها بنستشرف فيها الامن الغذائي، الاستقرار المجتمعي، التماسك الاسري، الانتاج او الاقتصاد الانتاجي والتضامني، القيم المصريه الاصيله، التراث والحرف. الحقيقه الريف المصري هو لوحده ثروه كبيره للدوله المصريه. اهميه الريف المصري بتنبع من عده منطلقات، مش اهميه واحده، لان هو معظم سكان مصر طبعا من اهلنا في الريف، والمشاكل والتحديات والصعوبات والجهود اللي متوجهة حاليا تبعا لسياسات الدولة في الوقت الراهن لتطوير وتحسين وتنمية الريف المصري للوصول به إلى حياة كريمة بمعناها المثالي. والحقيقة المؤتمر النهاردة احنا بنحاول من خلاله نقدم صورة كاملة لما يتم على أرض الواقع وكل المشاكل والتحديات. يشهد الريف المصري مساحة كبيرة من اهتمام الدولة على المستويات كافة، وذلك لما له من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة، فتناول المؤتمر العديد من المحاور الاستراتيجية للعمل على تنميته. دور المؤسسات الدينية في معالجة المشكلات المرتبطة بمسألة الريف، طبعا التوعية الدينية أو العمل الديني والتوجيهي والتثقيفي اللي بتقوم به المؤسسات الدينية على قدر كبير جدا من الأهمية، لأنه كل المكتسبات اللي ممكن تحصلها المؤسسات أو ياخدها الريف نتيجة الدراسات والجهود والمخصصات المالية ممكن يهدر بكل بساطة لو ما فيش نوع من الوعي. لو لم يكن فيه هناك توعية واسعة وتوعية حقيقية، كل الجهود دي هتهدر، ويبقى احنا كأننا ما اشتغلناش، ونبدأ نعيد من أول وجديد. احنا محتاجين نعيد النظر مرة أخرى في الدراسات الخاصة بالفلاح المصري والريف المصري. والحقيقة التطور التاريخي بشكل عام في الماضي كان الفلاح مستبعد إلى حد كبير ومهمش، لكن الآن أصبح من خلال ما يسمى بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري أصبح هناك يعني حالة من التقدم والتنمية بشكل عام، خاصة في ضوء رؤية مصر 2030 التنمية المستدامة بشكل أساسي. نادى حضور المؤتمر بالعديد من التوصيات، منها تفعيل دور المؤسسات الدينية والتعليمية وجمعيات المجتمع المدني في توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الريف المصري. عزيز داود، ميسات. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما شفنا في التقرير، واضح انه في اتجاه من الدولة المصرية على مدار العشر سنين اللي فاتوا بالاهتمام الكبير جدا بملف تطوير الريف المصري. والحقيقة الريف المصري لما بنيجي نتكلم عن تطويره بنقول انه يجب تطويره ولازم تطويره، لانه الناس اللي عايشة في الريف دول يا جماعة مصريين، اخواتنا زينا زيهم، فمن حقهم انهم ينعموا بحياة كريمة، من حقهم انهم ينعموا باساسيات الحياة. لازم يكون عندهم مية نظيفة، لازم يكون عندهم مدارس، لازم يكون عندهم صحة كويسة كمستشفيات وعيادات، لازم يكون عندهم كل سبل المعيشة العادية اللي بتكون متوفرة لكل بني آدم. واستكمالا للجهود الكبيرة اللي بتقوم بيها الدولة في ملف
الريف المصري. افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة نبين القباج ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فعاليات المؤتمر السنوي 23 للمركز، وذلك تحت عنوان الريف المصري بين تراكمات الماضي وأفاق المستقبل. زي ما كنت بقول لحضراتكم، هذا الملف في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، وواضح أنه في اتجاه كبير جدا من الدولة المصرية بالاهتمام بهذا الملف. بيسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا عبر الهاتف دكتور يحيى هاشم، أستاذ علم الاجتماع واستشاري برامج حماية اجتماعية. دكتور بنرحب بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا بحضرتك يا فندم. يعني كنت لسه بقول انه من الواضح واحنا واخدين بالنا في الفتره الاخيره انه في اتجاه واضح من الدوله ومن القياده السياسيه بالاهتمام بهذا الملف، تطوير الريف، تطوير العشوائيات، توفير حياه كريمه للمواطنين في هذه الاماكن. ايه السبل اللي اتخذتها الدوله لازدهار او لتنميه الريف المصري في السنوات الاخيره؟ خليني في البداية أشكر حضراتكم وأسرة ميسات على اهتمامكم الدائم بالقضايا الوطنية المؤثرة في حياة الناس، عشان توصلوا رسالة إعلامية تحقق قيمة مضافة حقيقية للمجتمع وللناس اللي بتشوف. نشكرك. العفو. طبعا الريف المصري خليني أقول لحضرتك هو كنز مصر الذي لم يعاد اكتشافه وتطويره وتنميته إلا الآن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. لأنه الريف المصري لو جينا عملنا كده تحليل رباعي لعناصر القوة والضعف والمخاوف والفرص للدولة المصرية، هتلاقي الريف المصري ده بارز في كل الأماكن الخاصة بعناصر القوة، وإنه بارز في الفرص المستقبلية الكبيرة للتنمية وتغيير شكل الحياة في المجتمع المصري كله من خلال الريف المصري. ليه؟ لأنه احنا النهاردة الريف المصري هو الكنز اللي نقدر نحقق منه الاستثمار فيه، الثروة الزراعية، الثروة الحيوانية، الثروة الداجنة، ده بما يتبعه من مشروعات مرتبطة بهذه المنتجات، وبالتالي هيحقق تنمية كبيرة في المجتمع، هيحقق فرص عمل كبيرة، هيساعد في الاقتصاد القومي بشكل كبير، هيساعدنا دلوقتي في الظروف الصعبة اللي كل الدنيا بتمر بيها، ان كل بلد بتحاول تحقق من عناصر القوة اللي عندها أفضل ما يجعلها تتخطى كل نقاط الضعف والتحديات، وهيوفر عملة صعبة لأن هنصدر منها. طبعا بالضبط. ولذلك احنا لما نيجي نشوف النهاردة انه الدولة المصرية وإطلاق المبادرة او المشروع القومي العملاق برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو حياة كريمة، ده مشروع ما فيش حد فكر قبل كده انه يقتحم ملف تطوير الريف المصري بهذا الشكل من قبل، لانه ملف صعب، ملف كبير جدا، انك بتطور. خلي بال حضرتك، يعني انا عايز اقول لحضرتك انا من ابناء هذا الريف، وكنت شاهد على ما مضى وما هو يحدث الان. فما مضى ما كانش في حد خالص بيضع اي يعني لبنه من لبنات التنميه في القريه المصريه. النهارده القريه بدات تشتغل على البنيه التحتيه والخدمات والتعليم والصحه والمشروعات متناهيه الصغر وغيره، وده في الحقيقه هو اللي احنا محتاجينه عشان نحقق التنميه المستدامه الحقيقيه داخل المجتمع المصري. لانه احنا النهارده في ظل تحديات كثيره وفي ظل متغيرات كثيره جدا، لازم يبقى احنا كلنا عندنا الوازع الوطني الحقيقي ان احنا ندعم الريف المصري ونجعله يحقق تنميه وتطوير كبير، لانه ده ينعكس على حياتنا بشكل ايجابي ومؤثر في كل الامور اللي بنمر بيها في حياتنا. ناهيك حضرتك عن انه النهارده يعني الريف المصري هو ايقونه من ايقونات الحياه. احنا النهارده محتاجين نخلق في هذا المجتمع ثقافه مجتمعيه جديده داعمه بشكل كبير جدا للفلاح المصري والريف المصري، وتنميه المشروعات متناهيه الصغر القائمه على الاسره الواحده. لان انا عندي في الريف المصري النهارده فرصه ذهبيه ان انا اعمل كم من المشروعات متناهيه الصغر والحرفيه اللي قائمه على الاسره الواحده، اللي هيبقى تكلفتها اقل لانه ما بيطلعش اجور كتير وبيحقق شغل لكل افراد الاسره، من خلال الريف ومن خلال كل الثروات اللي موجوده في الريف. والحمد لله مصر الريف بتاعها يمكن من اسوان حتى اقصى الحدود شمالا، كل قريه في مصر او كل محافظه في مصر هتلاقي عندها تميز في منتج زراعي معين، في منتج حيواني، في صناعه حرفيه معينه. وده اللي بيخلينا النهارده لازم نبص للريف المصري نظره جديده، لازم نبص له بشكل يعني يجعل في وجدان المجتمع
هذه الثقافة الجديدة اللي احنا في أشد الاحتياج إليها عشان نقدر ننطلق نحو الجمهورية الجديدة إن شاء الله. دكتور يحيى بجدد ترحيبي لحضرتك، صباح الخير. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا. صباح الخير على حضرتك. يعني احنا لو احنا بنتكلم عن الريف المصري فأكيد في دور مهم للشباب وللمرأة، عاوزين نتكلم أكتر عن دور المرأة والشباب في تطوير الريف المصري. طبعا المرأة والشباب لا شك في أنه يعني حزمة كبيرة من خطط التنمية اللي بتنفذ الآن في الريف المصري تحقق التمكين للمرأة والشباب. المرأة والشباب النهاردة هم عايز أقول لحضرتك العمود الفقري للتنمية والعمود صحيح. الفقري للمشروعات متناهية الصغر اللي احنا ممكن نشتغل عليها في الريف. كمان النهاردة المرأة المصرية وصلابتها وقدرتها على التحدي وقدرتها على العمل وقدرتها على تحمل الصعاب وشايلة يعني حمل كبير جدا، بنقدم لها طبعا كل تحية وتقدير. ولا شك أن المرأة بقينا بنشوف مشاركة المرأة يا دكتور في كل المجالات. طبعا هي المرأة المصرية بشكل عام بتشارك في كل الأمور صحيح. ولكن المرأة الريفية تحديدا بقى هي عليها عد كبير جدا، لأنه بطبيعة حياة الريف فالمرأة في الريف عليها أدوار كثيرة جدا جدا بالإضافة إلى المساهمة في التنمية والعمل وغيره. طب يا دكتور، يعني كان في برنامج مهم جدا أطلقته السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن فيما يخص برنامج وعي، فممكن حضرتك تدينا تفاصيل أكتر عن برنامج وعي؟ والله بص حضرتك، الوعي بشكل عام في المجتمع هو قضية مهمة جدا طبعا، باختلاف بقى المحاور المختلفة اللي ممكن تحطها تحت هذا الوعي. وعي مجتمعي ووعي سياسي ووعي ديني ووعي ثقافي، كل ده في النهاية كل هذا الوعي هيسهم في حتة مهمة قوي. هي ايه؟ هي المشروع رسالة الرئيس بينادي بيه دايما، وهو بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية المصرية. ليه؟ هي دي بصمتنا التاريخية في وسط بلاد الدنيا، يعني هويتنا المصرية وشخصيتنا المصرية اللي احنا محتاجين ندعمها بكل هذا الوعي في مختلف مناحي الحياة، هي العلامة المميزة لنا كمصريين في الدنيا كلها. ومهم جدا ان احنا نزيد من هذا الوعي في المجتمع، لانه بيخلي الناس شايفة الامور بشكل واقعي اكتر، شايفة ايه اللي بيحصل فعلا في مختلف الامور، وبالتالي بيبقى حكمها على الامور حكم نابع عن رؤية الواقع وليس عن شائعة او ان حد قال لي او قريت على الانترنت او شفت في موقع من المواقع. لا، انا بقول شوف، انا شفت في الواقع، شفت على ارض مصر ما يحدث. وبالتالي هذا الوعي عنصر خطير جدا، لانه احنا النهارده في ظل يعني ما يطلق عليه في العالم الاول اللي هم بعتنهن اليات هدم وتفكيك المجتمعات بشكل حديث، بيلعبوا على نقطه الوعي دي. هي دي السلاح الرئيسي والاستراتيجي اللي بيلعبوا عليه في تفكيك اي مجتمع في الدنيا. وبالتالي كل ما احنا يبقى عندنا من البدايه هذا الدفاع المسبق ببرامج الوعي المتنوعة المختلفة في شتى مجالات الحياة، كل ما بنقدر زي ما بنقول كده بندي المجتمع التحصين والتطعيم الكافي عشان يقدر يواجه كل هذه التحديات، عشان نفضل دايما محافظين على بلدنا دي متماسكة. وأتصور أنه فكرة يعني التمكين والدعم وتطوير الريف وتحديث الدولة ده واجب وطني علينا كلنا، يعني أي مواطن مصري بمجرد أنه مواطن مصري يحب بلده دي لازم يشتغل على كل هذه الأمور بغض النظر عن هو موقعه إيه أو شغلته إيه أو وظيفته إيه، لأن في النهاية كلنا لما هنشتغل عشان خطر البلد دي أكيد هينعكس هذا العمل طبعا. اللي بكل حب وبكل إخلاص على البلد وعلى حياتنا إحنا كمان كلنا يعني. طبعا دكتور يحيى هاشم أستاذ علم الاجتماع واستشاري برامج حماية اجتماعية، بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة ودايما بنكون سعداء بوجود حضرتك معنا. مشاهدينا لسه مستمرين في فقرتنا، لكن هنروح لفاصل ونرجع لحضرتكم مرة تانية. في الوقت اللي مصر كانت بتشهد فيه مجموعة من التحديات الداخلية وفي مقدمتها الخطر الإرهابي وانفلات الوضع الأمني، كانت الساحة الخارجية أيضاً مليئة بالكثير من التحديات والتهديدات غير المسبوقة، وده في ظل موجة الاضطرابات السياسية والأمنية اللي شهدتها العديد من دول الشرق الأوسط واللي كانت بالطبع بتمثل تهديد للدولة المصرية والأمنها القومي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
علشان كده القيادة السياسية الرشيدة كانت حريصة وهي بتتحرك لإصلاح الوضع في الداخل وإرساء معادلة أمنية مستقرة، إنها تخطو سياسة خارجية فعالة تضمن ليها حماية أمنها القومي وإحياء علاقتها الخارجية مع الدول الشقيقة وقتها في دوائرها التقليدية بمزيد من التحركات الإيجابية. فهنلاقي إن الدائرة العربية على سبيل المثال كانت بتحتل مركز الصدارة في زيارات القيادة السياسية الخارجية، واللي بلغت خلال 9 سنين 41 زيارة. سعت مصر من خلالها إلى إعادة تنشيط العمل العربي المشترك بأبعاد مختلفة بالشكل اللي يضمن تحقيق مصالح دول المنطقة من جانب وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية من جانب آخر. ده طبعاً بجانب دور مصر الفعال في إنهاء العديد من الأزمات والصراعات اللي شهدتها دول المنطقة، انطلاقاً من ثوابتها اللي بتستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري وتحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز السلام والازدهار لدول المنطقة. ده غير إن مصر فتحت بابها لأكثر من 9 مليون ضيف من جنسيات مختلفة عايشين وسطنا، وفي كل أزمة كانت مصر بتحرك أساطيلها بالدعم المادي والمعنوي لشعوب الدول العربية. أما بالنسبة لتحركات مصر الخارجية في نطاق الدائرة الأفريقية فنقدر نوصفها بأنها كانت واحدة من التحولات الكبرى اللي أحدثتها السياسة الخارجية المصرية خلال 9 سنين اللي فاتوا، وده لأن الدبلوماسية المصرية النشطة والفعالة بعد 2014 نجحت في استعادة الدور الريادي لمصر في القارة السمراء، واللي كان أبرز مظاهره تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019 وقيام القيادة السياسية ب30 زيارة للدول الأفريقية. كمان حرصت مصر على أنها تكون صوت أفريقيا في الفعاليات الدولية زي مؤتمر المناخ COP27 اللي استضافته عام 2022 ومؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا من أجل السلام في أفريقيا وقمة السبع في باريس وغيرها من المشاركات الفعالة مع بقية دول القارة وخصوصاً المتعلقة بمواجهة التهديدات مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والأوبئة وتدهور البيئة. ومصر كانت حريصة على تنويع علاقتها وشراكتها الخارجية الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة مع القوى الكبرى زي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، بجانب اهتمامها بتعزيز تحركتها على صعيد القارة الأسيوية، وده انعكس من خلال العديد من الزيارات اللي قامت بها القيادة السياسية لدول القارة واللي بلغت نحو 19 زيارة منذ توليه الحكم، وانضمام مصر لمبادرة حزام واحد طريق واحد، وكمان انضمامها للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وفي إطار سعيها لتعزيز ثقلها السياسي والاستراتيجي في علاقتها الخارجية، عملت مصر على بناء تحالفات إقليمية وإعادة تشكيل أخرى قديمة زي منتدى غاز شرق المتوسط اللي عزز من وضع مصر على خريطة الطاقة الإقليمية والدولية، وتحالف الشام الجديد اللي بيعد نواة لتعاون وتكامل عربي مشترك في كافة المجالات، والمنتدى العربي الاستخباري بالقاهرة واللي بيعتبر آلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين دول المنطقة لمواجهة أي تهديدات أمنية وفي مقدمتها الخطر الإرهابي. وكان لإدراك القيادة السياسية للأبعاد الجديدة للأمن غير التقليدي دور مهم في إبراز هذه القضايا على أولوية أجندة السياسة الخارجية المصرية، وخصوصاً قضايا الأمن الغذائي والحقوق المائية. ده غير قضية الإرهاب اللي بيمتد تأثيرها السلبي للأمن العالمي والإقليمي. علشان كده مصر طرحت مقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب وأكدت عليها القيادة السياسية أكثر من مرة في خطاباتها بالمنتديات الدولية. وبعد 9 سنين من جهودنا في ملف السياسة الخارجية المصرية اتأكد للجميع إن مصر نجحت من خلال سياستها الخارجية الواعية ووضوح رؤية قيادتها وثقتها في قدرات شعبها في إنها تنتقل من مرحلة استعادة التوازن إلى استعادة التأثير، ويكون تعزيز علاقة مصر بأشقائها وجيرانها صفحة رئيسية من صفحات حكاية وطن. برحب بحضراتكم من جديد، والخبر الأخير معانا النهاردة هو رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي شهد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع عقود إنشاء أكبر مجمع لصناعات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط بمدينة السادات بإجمالي استثمارات بيصل إلى 300 مليون دولار. الحقيقة رقم كبير جدا، احنا عاوزين نعرف أكتر عن الخبر ده، عايزين نعرف إمتى هيتم أو البدء في إنشاء أكبر مجمع لصناعات الأغذية الزراعية. كل ده هنعرفه مع دكتور ياسر شويت الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع. صباح الخير يا دكتور. صباح النور على حضرتك يا فندم. صباح الخير، يعني عاوزين توضيح أكتر من حضرتك لهذه الاتفاقية. طبعا أولا تأتي هذه الاتفاقية وإبرام العقود
المرتبطة بإنشاء مجمع للصناعات الغذائية الصناعية المعتمدة على الحاصلات الزراعية في إطار اعتماد الدولة على القطاع الصناعة، باعتبار أن قطاع الصناعة بيمثل أحد أهم الروافد الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل الدولة المصرية، وباعتبار أن قطاع الصناعة بيمثل ركيزة أساسية من أجل تحقيق الاستقرار المجتمعي. من هنا كانت استراتيجية الدولة المصرية نحو اللجوء إلى التصنيع الزراعي، نحو الاعتماد على الحاصلات الزراعية والاعتماد على التصنيع الزراعي، باعتبار أن الدولة المصرية هي في المقام الأول هي دولة زراعية. لذلك وجدنا الحكومة المصرية يعني بتشرف وبتكون موجودة خلال توقيع إنشاء العقود المرتبطة بمجمع للصناعات الغذائية في مدينة السادات. طبعا هذه المنطقة هي يعني منطقة بيقوم بها المطورين الصناعيين، بيجهزوا المكان في هذه المنطقة الصناعية بمدينة السادات، وبيتم إنشاء عدد حوالي 5 مصانع في هذه المنطقة علشان يكون عندنا القدرة على إنتاج الصناعات الغذائية المعتمدة والمرتبطة بالحاصلات الزراعية. طبعا عشان نوضح للسادة المستمعين، هذا المجمع هو عبارة عن استثمارات تقدر بحوالي 300 مليون دولار. الاستثمارات دي هي استثمارات أجنبية مباشرة، دي عبارة عن استثمارات جاية من الخارج هيتم ضخها في إنشاء عدد 5 مصانع. الخمس مصانع دول هم عبارة عن مصانع مرتبطة باستخلاص زيوت الموالح، ومصانع مرتبطة بتجفيف وتبريد للمنتجات الزراعية، وأيضا تجميد الفواكه والخضروات، وأيضا عدد 2 مصنع لمركزات البرتقال والطماطم والفواكه المتعددة. إذن فلسفة الدولة المصرية من إنشاء هذا المجمع الصناعي للأغذية المعتمدة على عملية التصنيع للحاصلات الزراعية، الهدف الأساسي منه للدولة المصرية إن أنا عايز يكون عندي منتج، هذا المنتج هيتم من خلاله النفاذ إلى الأسواق العالمية، وبالتالي هو أحد الأدوات التي يمكن أن تلجأ إليها الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة لزيادة الصادرات المصرية من هذه المنتجات، وبالتالي تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات المصرية، وبالتالي هيكون هذا المجمع أحد الأدوات اللي بتعتمد عليها الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة علشان أقدر أوفر العملة الصعبة، أقدر أحصل على الدولار من خلال هذه الصادرات. دي نقطة. النقطة الثانية أيضا الاستفادة اللي هتعود على الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة من خلال إنشاء هذا المجمع هو توفير فرص عمل للمصريين. الأرقام والإحصائيات بتؤكد على أن عدد الفرص اللي هيتم توفيرها هذا المجمع حوالي 7000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة هتكون متوفرة نتيجة إقامة هذا المجمع اللي هو بيتكون من 5 مصانع زي ما أنا ذكرت لحضرتك. يعني هتنهي كمان على البطالة بكل تأكيد، لأن ده فلسفة يعني الدولة المصرية من خلال تطوير قطاع الصناعة للدولة المصرية. صحيح. قطاع الصناعة للدولة المصرية هو أحد أهم الموارد اللي بتعتمد عليها الدولة لتوفير فرص عمل للمصريين. الإحصائيات والأرقام بتؤكد على أن قطاع الصناعة بيوفر حوالي أو بيستوعب حوالي 28% من حجم العمالة اللي موجودة داخل الدولة المصرية. قطاع الصناعة بيعتبر من أهم القطاعات اللي بتستوعب يعني عمالة كثيفة، لذلك بنجد أن توجه الدولة المصرية خلال الولاية الجديدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاعتماد على هذا القطاع علشان نقدر نواجه مشكلة البطالة خلال المرحلة المقبلة. الأرقام والإحصائيات بتؤكد على أن حجم البطالة خلال الربع الثاني من عام 2023 وصل حوالي 7%، وده بيعتبر رقم إلى حد ما رقم كويس في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، علشان الرقم ده في عام 2011 تجاوز 13% نتيجة المشروعات القومية اللي خدتها الدولة المصرية على مدار 8 سنوات الماضية. الأمر ده أدى إلى تراجع في معدلات البطالة، والدولة مستمرة في هذا الاتجاه علشان خلال السنوات القليلة المقبلة بإذن الله الدولة المصرية سوف تقضي على البطالة داخل الدولة. يعني احنا فعلا بنشوف جهود كبيرة جدا للدولة المصرية في كل القطاعات وخصوصا في قطاع الصناعة، يعني احنا شايفين فعلا انجازات كبيرة جدا. يعني دكتور ياسر شويت الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، شكرا جزيلا يا فندم.
لسه مستمرين مع حضراتكم في حلقتنا، ودلوقتي هنروح للقراءة الأسبوعية للمقال الخاص بنيافة الحبر الجليل أنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. ومقال جديد من المصر اليوم يأتيكم بعنوان لا يتسرب حلمك. هنطلع نسمع هذا المقال ونرجع لحضراتكم مرة تانية ولسه مستمرين. إن شاء الله مفيش نقطة مية نقدر نستخدمها أو حتة أرض نقدر نزرعها إلا ما نزرعها. من آلاف السنين مصر بنت حضارتها بالزراعة، لكن الزراعة واجهت تحديات كتير، بس خطوة ورا خطوة من 2014 بنسابق الزمن لأجل ما نرجع مصر تاني أرض الخير. وأول خطوة كانت التوسع الأفقي باستصلاح وزراعة مئات الآلاف من الأفدنة في المناطق الصحراوية في مصر، مشاريع زي الدلتا الجديدة ومشروعات في جنوب الوادي وشرق العوينات وتنمية شمال ووسط سيناء وإعادة هيكلة 1.5 مليون فدان في مشروع الريف المصري، بالإضافة لإعادة إحياء مشاريع زي مشروع تشكى الخير. وفي خلال 9 سنين بس نجحنا في استصلاح حوالي 1.7 مليون فدان، ووصلنا بالرقعة الزراعية لتسعة 1.7 مليون فدان مقابل 8 مليون فدان في 2014، وبلغت تكلفة ما تم وجهه. تأتي نهاية عام وبداية آخر حاملتين معهما كثيرا من الذكريات والآمال وربما الآلام، ومع النهاية والبداية يتجدد الحلم لدى كل إنسان أن يعبر به قطار الأمنيات بجديدها أو بقديمها المتعثر في خطى عام مضى إلى التمكن من تحقيقها وبلوغها. ويوجد من يحلم بنجاح الدراسة أو العمل، ومن يأمل مزيدا من النجاح المادي أو السفر إلى الخارج أو الصحة أو الستر أو غير هذه من أحلام تجتاح القلوب وتخالج العقول. وتتعدد الأمنيات وتتباين، لكن في أحيان كثيرة يتسرب الحلم من داخل القلب وينطفئ وهيجه في العقل مع مرور الأيام، ويظل الإنسان حاملا أحلامه من عام إلى آخر حتى يدب اليأس في قلبه ويلقيها عن كاهله في إحدى صفحات النسيان، ظنا أن هذا هو قدره أو تلك هي إمكاناته أو أنها كذا هي الحياة يجب أن نحياها رغبنا أو لم نرغب. وهنا وجدت سؤالا يتردد بإلحاح في فكري، لماذا لا تتحقق الأحلام؟ لم تفر هي من نفوس أصحابها وكأنها في سباق مع الزمن، ثم إذا بي أسمع أصداء كلمات في أعماق نفسي تغيبني. لا تتحقق الأحلام بالأحلام بل بالعمل والصبر. لقد فقد مصباح علاء الدين منذ زمن بعيد بعد أن أدرك الإنسان جيدا أنه لم يكن إلا وهما ينتفض منه ليجد واقعا مغيرا، لكن بعض البشر يحاولون أن يجدوا للمصباح بديلا، هذا على الرغم من أنهم لو حاولوا أن ينظروا بعين العقل إلى الحياة في حقيقتها وإلى إمكاناتهم ومواهبهم وقدراتهم التي وضعها الله فيهم لوجدوا أنهم يملكون كثيرا ويمكنهم أن يحققوا إنجازات عديدة شرط العمل والصبر. إن كل تقدم حققته البشرية بدأ حلما
في ذهن حالم قضى سنوات وسنوات من العمل وعدم اليأس حتى حوله واقعا. وبنظرة إلى التاريخ الإنساني نرى شخصيات متميزة مثل توماس إديسون، ظنه معلمه بالمدرسة غبيا لا يمكنه أن يضارع أقل أقرانه ذكاء وفطنة، وصار أحد أشهر العلماء المخترعين وصدى العالم بنور مصباحه. وفي كل عصر ومجال يوجد إديسون حقق أحلامه وأمانيه بالعمل والكفاح والصبر وعدم اليأس ورفض الاستسلام. وعلينا أن نتسلح بكلمات الشاعر أحمد شوقي، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. نعم أمير شعرائنا، إن رغبة المطلب وحدها لا تكفي لحصوله وإدراكه وبلوغه، لأن نهج الحياة أن أمانيها تقتنص غلابة، أي بقوة العمل في مغالبة النفس والتغلب على المعوقات حتى الوصول إلى ما يتمنى. إنها قوة الإنسان وصلابته وحكمته في تخطي العوائق والمشكلات التي تحاول عرقلته عن تحقيق أمنياته وأحلامه. وإذا أراد الإنسان أن يصير أحلامه واقعا فعليه أن يجلس إلى نفسه ويحسب ما يلزمه في رحلة النجاح. فتحقيق الأحلام يحتاج إلى وضع خطوات حقيقية وواقعية يسير على هديها حتى يصل إلى ما يريده. إنها رحلة تبدأ من نقطة انطلاق الرغبة حتى الوصول إلى وجهة تحقيقها النهائية. قد تمر بمحطات صعوبات أو فشل، لكنها لا شك رحلة مبهجة للنفس حين تجد ما تمنتها أمامها، وقد تجسد واقعا حيا، بل في الطريق تمنح سعيها خبرات تثقل وتنمي. إن الحياة هبة من الله، علينا أن نحترمها بالخوض فيها بكل أمل وعمل بفرح وسلام، واثقين بعطايا الله المتجددة إلينا كل صباح كي يعمل كل منا بجد من أجل ذاته وأسرته ووطنه وسائر الإنسانية. كل عام وأنتم بخير وسلام، في عام جديد نستقبله بعد أيام، مودعين عاما مضى بكل ما حمله من خير وآلام، مصلين إلى الله أن يجعل القادم الجديد ممتلئا بالسلام لبلادنا وللشرق الأوسط ولسائر العالم، وليكن عام السلام والنجاح. والحديث في مصر الحلوة لا ينتهي. الأنبا إرمية، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. ده كان مقال لسيدنا نيافة الحبر الجليل الأنبا إرمية، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. بنشكر سيدنا على هذه الكلمات الطيبة، ونعيش ونتعلم من يافتك يا سيدنا. دلوقتي مشاهدينا احنا خلصنا فقرتنا الإخبارية، ودلوقتي ننتقل لفقرتنا الصحفية اللي بنتناول وبنحلل فيها أهم المنشطات اللي تصدرت في الصحف المصرية. الفقرة دي هيقدمها لحضراتكم زميلي أندرو، هيكون ضيفه في الاستوديو أستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي. لكن هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية.